كذا منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادوا العدس، زادوا المعيشة كاع، السكنة كالي. يا خو ديك اللي ماشي قادر تقول لي يا روحي. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة. أعزائي مشاهدي قناة العصر، سلام الله عليكم وحياكم الله. تصريح ويحيى الأخير رئيس حزب التجمع الراندو وهو الحزب المشارك في الحكم، قلت ويحيى صرح بأن حزبه ولد بالكلاش على كتفه، وشريكه في الائتلاف الحكومي سي سعيداني كان يرأس ميليشيات وكان زعيم في الباتريوت، وبطبيعة الحال من اشتغل في الباتريوت يحمل كذلك الكلاش أو حمل الكلاش. بعض العسكر والجنرالات هم الآخرون أثبتت الأيام والتصريحات أنهم كذلك ضالعين في إبادة الآلاف من المواطنين، وأن لكل جنرال نافذ أمير، وهذا الأمير ينهب ويقتل ويستبيح حرمة الشعب بأوامر من هؤلاء الجنرالات. المرفهين الجدد الذين أصبحوا اليوم شريك الجديد لأصحاب الكلاش هم الآخرون متهمين بجمع ثروتهم على حساب أرواح الشعب، وأن الشكارة التي جمعوها فيها كثير من عرق وحقوق الشعب وما هياش صافية ونقية. فلقد اجتمع هؤلاء اليوم وشكلوا ائتلاف يحكم الجزائر، وباختصار أصبح الإرهاب يحكمنا اليوم حسب اعتراف وماضي قادته. خوتنا في بلاد القبائل وعلى رأسهم المرحوم الدحسين ليسوا بعيدين عن هذه الحقيقة عندما يقولون لا للحكومة الإرهابية. والسؤال اليوم، هل الدولة الإرهابية يمكنها أن تؤسس لدولة مدنية كما تقول هذه السلطة أو هذه الحكومة؟ أم أن السلطة المنبثقة من الإرهاب الشعب لا يمكن أن تكون دولة مصلحة ودولة قانون، فكل ما بني على باطل فهو باطل، وأن الذيب عمره ما يتربى، وأن الذيب عمره ما يؤتمن على الخراف. يرى كل العاقلين أن مشكلة الجزائر ليس في دستورها الذي يغير كل يوم، والمشكل ليس في مؤسساتها، وإنما مشكلة الجزائر في سلطتها، أي في الرجال الذين يحكموننا، وأن محاولة هذه السلطة إيهامنا أنهم قادرين وعازمين على تحقيق الدولة المدنية أو تحقيق دولة القانون فهي أضحوكة عهدات طاب جنانو. وكما قالوا اللولين المسيرج، عمره ما يولي جديد، وأن رجال هذه السلطة هم أقرب للمتحف والمحاسبة والمساءلة، وأبعد ما يكونوا في تسيير وتأسيس الجمهورية الثانية الذي يطالب بها الشعب، وأن السلطة التي تحكمنا اليوم هي ميليشيات قبل أن تكون نظام. فمتى كانت إذن ميليشيات الإرهاب تنادي لدولة مدنية أو حتى تفكر في مصلحة الشعب؟ فاصل ونسعد بتعليقاتكم. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. وين الشعب المصري قرر يسقط يسقط حكم العسكر؟ وين الشعب المصري قرر يسقط يسقط حكم العسكر؟ عسكر عسكر يحكم ليه؟ يسقط يسقط حكم العسكر، عسكر عسكر
اهلا وسهلا بكم. بالامس كانت الاحزاب المتالفه قلوبها ضد اراده الشعب حامله الكلاش ضد الشعب، واليوم هذه الاحزاب وسعت من ائتلافها بضمها رجال اصحاب المال الوسخ، فاكتمل التعداد وتشكلت السلطه وحملت شعار اليوم الدولة المدنية بهتانا وزورا لتنويم الشعب ومغالطته. بالأمس القريب جاءت على ظهر دبابة وحاملة الكلاش كما قال سي ويحيى، بل ولدت وعلى كتفها الكلاش. فهل يمكن أن تتحول دولة إرهابية إلى دولة مدنية ودولة القانون، أم الشعب شبع من كلام هذه السلطة وهف هذه السلطة ويريد الملموس، بل متيقن أن الدولة المدنية يستحيل أن تأتي على أيادي إرهابية همها الوحيد إرهاب المواطن وجبع المال الوسخ وخدمة أجندات خارجية ليس فيها للشعب وللبلاد ناقة ولا جمل كما يقال. أول متصل يبدو أن معي سي سليم من تيبازا. سي سليم أهلا ومرحبا بك. أهلا بك أخ عبد النور، واش أخويا؟ أهلا بكم، مرحبا بالناس تيبازا. الله يسلمك ويكثر ليك، والسلام والسلام ليك وكل عمال قناة العصر وخاصة محمد العربي زيدون. الله يسلمك، وصلت موردينا كلكم كامل كاع. واش رايك خويا عبد النور؟ وصلت التحيات متبادلة إن شاء الله. خويا نعم، الله يسلمك خويا عبد النور. أخ عبد النور، هي كبتر من الأحزاب السياسية، هي أحزاب ما كانت أحزاب المعارضة في الجزائر هذه الأولى. اليوم سي سليم وي خويا، احنا مش نتحدثوا على الأحزاب المعارضة اليوم، رانا نتحدثوا على الائتلاف الحكومي الذي شكل من أحزاب الراندو ولفلان والرجال المال الوسخ وكل شيء. هاد الناس اللي كانوا معروفين بإرهابهم، يعني نحكي على القيادات خاصة، يعني اليوم يعني هل ننتظر منهم الدولة المدنية كما بشرونا هما؟ على بال كي واحد هذا سولتي بازا جاب المال الوسخ، نعم، المال حرام ورا الداير 400 او دي 471 خطار او دي هنا سولتي بازا، وعاودوا النفوذ في العدالة، عاودوا النفوذ في الولاية. هو اوبيرسون جا 500 كيلومتر 500 كيلومتر خلى ولاية بازا مع مدير ديوان فلاحي بالشمال جمال، هذا متواطع هو وياه، عاودوا نفوت في القضاء. انا نتكلم شخصيا اخ عبد النور، انا ما نتكلمش من الحصه، انا حالي ساكن الكبار تاعي تاع الشنان حالي، واحكام احكام لصدردي تعسفيه، احكام تعسفيه، مش قضاء، مش هل ننتظر سي سليم؟ نعود السؤال اذا سي سليم، هل ننتظر من هؤلاء الناس ان يؤسسوا لنا الدوله المدنيه كما هم راهم يقولون، يروجوا راهم كل يوم دوله المدنيه دوله المدنيه دوله المدنيه، ولكن الواقع يقول شيء اخر؟ لا اخ عبد الله، بغيت دوله مدنيه، هي دوله تاع قوه تاع رشوة وتاع دراهم، عصابات خويا عبد النور. ما كاش بالنسبة دولة مدنية، ما كاش هنا. أنا في عصر تاع الحقرة تاع الظلم تاع البيروقراطية تاع رشوة تاع دراهم تاع كلش عبد النور، ما كاش. رادو ما دخل بكلاش. أنا في التسعينات الدولة اعتقلوني، أنا 25 يوم معلق، 25 يوم معلق وذراعي مفكوك. نعم، بارك الله فيك سي سليم. سي سليم على هذه المداخلة، ونذكر فقط أن عندنا كثير ناس من التشكيك كما يقال، الالتزام بالموضوع وكذلك التقصير وتلخيص المداخلة لكي نسمح لقدر أكبر عدد من المتدخلين هكذا يقدروا يدخلوا ونستفادوا منهم من التدخل التعام. شكرا لك سي سليم. عندي أبو صهيب أهلا مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيب عبد النور. أهلا بكم ومرحبا أبو صهيب وبناس عنابة. الله يبارك فيك وربي يجعلك حاصل على هذه القناة المباركة إن شاء الله. أخي الحبيب، لكي لا أطير على إخواني وأجعل وأترك لهم المجال لكي يتنفس كما أتنفس في هذه القناة المباركة، تحية إلى الحبيبة أيقونة الجزائر، ذلك الشعاع
أم الحبيبة أم أمين. نعم. ولا ننسى المناسبة كما ذكرت في مداخلتها بأن قبل يومين مرت تلك اللحظة المفارقة وهي اختفاء حبيبنا أمين. أخي الحبيب تحية إلى أخي عبر من دوروش وإلياس وأبو علام وأخي عبد الملك نصطيف وكل الأحرار الذين يدلون بأصواتهم العذبة في هذه القناة. أخي الحبيب إن البناء يا أخي الحبيب كما جاء في المعادلة الفيزيائية وفي النظرات وفي صح التعبير في المعادلات وفي أي تصوير للبناء البناء الذاتي والبناء الفكري والبناء التصوري إن هؤلاء يا أخي الحبيب لا يستطيعون أن يبنون ولو جزئية. كيف يبنون دولة مدنية؟ لأن الدولة المدنية يا أخي الحبيب هذا اللفظ قد ظهر في هذه الإرهاصات الأخيرة حيث جاء من خلال المقررات والتوصيات من البيت الأسود بعد الثورات التي جاءت بالتغيير الأنظمة المستبدة جاء هذا اللفظ وهذا الشعار وهو الدولة المدنية. ماذا يعنون بالدولة المدنية يا أخي الحبيب؟ الدولة المدنية هي التي إن صح التعبير تكون امتداد وتكريس للنمط الاستبدادي أي هناك الواجهة وهناك ما وراء الواجهة. إن هؤلاء يا أخي الحبيب وعلى رأسهم صاحب المهمات القدرة هذا البوق هذا الذي ليس له شأن عند الجزائريين. أنا أعطيك جزئية يا أخي الحبيب عندما سألوه في قنواتهم أي قنوات الصرف الصحي عندما سألوه على ابنه الذي أخذ الحافلات من دماء الجزائريين ومن مجهودات الجزائريين قال لا أعطاهم جواب فصفاتي جواب يعني يصب إلا في مصب الرداء والدناء. قال لهم ابني مثل الشباب الجزائريين ذهب بين قوسين إلى الأنساج وأخذ هذه المجموعة أو أخذ هذا الرصيد أو أخذ هذه المنفعة. أريد مواطن إذن داروا مواطن يعني كالمواطنين الآخرين. بارك الله فيك. نعم. سي أبو صهيب على هذه المداخلة. نشوف سي برحلة من ألو. سي برحلة أهلا مرحبا بك. أهلا أخ عبد المنعم. وش رأيك سي برحلة؟ ألو كيفك يا عبد المنعم؟ والله الحمد لله. تفضل سي برحلة. نعذر على الدولة المدنية. نعم. هل ممكن تحقق في الجزائر على أيادي هاد المسؤولين اللي راهم عندنا اليوم؟ بس أقول لي دولة مدنية مملكة مدنية ولا جمهورية مدنية؟ كما حبيتها. ما عرفناش إذا مملكة مدنية بالمخزن تاعها ما نعرف. anyway فيما يخص الراندي كيقول لك دخل بالكلاش. نعم هو قال التصريح تاعو الأخير قال لك أنا ولدت بالكلاش على الكتف يعني اعتراف ضمني أنه دولة إرهابية يعني رجل إرهابي يعني. لا 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 دخل فهمك القضية تاع الكلاش كيف دايرة. نعم ماذا بينا؟ السبعة والتعيف بالمزاد بالرندي هذا أنا كانوا انتخابات محلية في عند بلا. نعم. وأنا درت قائمة حرة. نعم. قام أصحاب عند بلا قاعد يعرفوا القائمة هذه وأصحاب عند بلا انتخبوني. نعم. درت الحملة تاعي خلونا درنا الحملة خلونا درنا التفريج خلونا درنا بالتيفي في المدارس كي جينا في اللي طلعنا للبلدية بندير البي في فينال كوسوليدي دخلونا بالكلاش لديارنا. لا واحد من الناس دخلوني بالكلاش لداري الكلاش في صدري والمحافظ تاع الشرطة يقول لي يا سي بوحلة صابيان دو بديت نقول شكون هو هذا اوه يا رحمة بك شكون هو هذا اوه احنا اللي فادي زوجيريا على تخليني نترشح على تخلي الناس ينتخبوني وبعد وقت جيت الدنيا نسطيها للرندي
يسير شتو عين طوام غدو من ذاك الزير اللي إذن ونزيدك شي ألو ألو سي عبد النور نزيدك سوريس لو قاتو كيما يقول لك الآر إن دي كانت عنده قائمة ذاك الوقت ماشي راس القائمة اللي داروا غدو من ذاك رئيس البلدية داروا واحد آخر جاء أمر من فوق ماشي راس القائمة تاع بيناتهم كاين ترافيك تاع زوير بيناتهم يا سي عبد النور وهذه هذه معروفة هذه الوزير بوشارب يعني لما انتخب في المليلة لم ينجح وجابوه يعني في العاصمة وكان الناس العاصمة يعرفوه على الوحدة تاع كبار ورجح نعم بارك الله فيك قضية الكلاش دخلونا بالكلاش في الليل في 97 عنده الحق يقول لك جات بالكلاش نعم إذا هذا اعتراف يعني تأكد لهذا الاعتراف بارك الله فيك سي برحلة على هذه المداخلة عندي سي علي الو مساء الخير مساء الخير اهلا بك ومرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا غالي الوعده السي غازي اهلا مرحبا بك واش راكم لاباس يا عبد النور الحمد لله الله يسلمك تفضل حفظكم الله ورعاكم وعانكم على خدمه البلاد والعباد يا اخي العزيز والله انا كلامي في هذا الموضوع يا اخي ليعلم الجزائريون بانهم اليوم هم في قائمه المنسيين لأن هذه السلطة الفاشلة الظالمة الخائنة اليوم لا يعرفون إلا مصالحهم الخاصة لا يبالون لا بالشعب ولا بالبلاد وإنما على الشعب اليوم أن يقف وقفة رجل واحد لمحاربة هؤلاء المفسدين اليوم يا أخي ليس هناك حكومة على الإطلاق ليس هناك رئيس اليوم الجزائر تحت أضحوكة في العالم أصبحت أضحوك الجزائريين في العالم يقودها إنسان لا كلام لا مشي لا أي شيء هو على كرسيه المتحرك كأنه اليوم يقول للشعب الجزائري بأن الشعب الجزائري غبي لا يفهم ولكن الشعب الجزائري ليس غبي وإنما اليوم الشعب الجزائري يرفع يده إلى الله ويطلب من الله العلي القدير أن يبعد عن الجزائر والجزائريين هؤلاء المفسدين هذا ما يفعله الشعب الجزائري اليوم أقولها بكل صراحة لأن أنا دائما أقول على الشعب الجزائري أن ينتخب من رئيس الجمهورية من القبائل أو من الشاوية لأنهم الذين حرروا البلاد لأنهم هم أبطال الجزائر لأن اليوم القبائل من ستيناتها في المعارضة لأنهم رأوا هؤلاء المفسدين يسيرون البلاد لأجل مصالحهم لا للشعب ولا للجزائر فلذلك أقول يا شعب الجزائر يا شعب الجزائر والله أقسم بالله العلي العظيم بأن الجزائر فيها أحرار فيها أبطال فيها ناس شجاع ولكنهم بعيدون كل بعد عن المسؤولية ومن أبعدهم هؤلاء المفسدين عندنا وكل واحد منا رأى ما فعله الصلحاء في التعيريات عندما انتخبهم الشعب ولكن جاءت هذه الحكومة الفاسدة الظالمة بعدت هؤلاء الصلحاء عن المسؤولية واليوم زرعوا لنا الانحراف في الجزائر بارك الله فيك بارك الله فيك على هذه المداخلة ولو أن يعني الثورة قام بها كل الشعب وليست غير القبائل أو أهل الشاوية الجزائر كلهم وكل الجزائريين قاموا بهذه الثورة ويستاهلوا أنهم يكون لهم كلهم عندهم حقوق متساوية وليس لتفريق بارك الله فيك وكذلك عندي تحفظ شوية من الدعاء اللي راهم يدعوا لي قال لك نحكي لكم نكتة فقط في السياق قال لك واحد الأم يعني وليدها قتلوا الله يجعل لك خضرة قدامك ووراءك يعني الأم تدعي لوليدها ولكن في الأخير جاءوا الجدرمية والداوه إذن كان جدرمي من اللور وجدرمي من القدام خضورة بين زوج شكرا لك سي أبو على المداخلة نشوف سي أحمد معي من سطيف سي أحمد أهلا مرحبا بك عبد النور بك وهلا أهلا بك سي أحمد نحييكم أخويا عبد النور الله يسلمك الله يخويا عبد النور الدولة المدنية ما كانش في الجزائر نعم وشكون اللي قالها؟ الدولة رامي قالوا احنا نعطيكم الدولة المدنية الان بعد الدستور وشكون اللي قالها شكون؟ النظام اللي في الجزائر السلطة يحيى قال هو ويحيى وسعيداني
والجهاز العسكري سي قايد يعني وما شابه ذلك. ويحيى ما قالش، ويحيى قال لك احنا بالكلاش، قال ولدت بالكلاش، قال انا ولدت بالكلاش، يعرف نعي يعرف الكلاش. انا قال الاخر هذا قال سعداني. لا سعداني ما قالش، ما قالش كلاش، هذا قالها سي احمد. ايه ويحيى اللي راه يقولنا انا ولدت بالكلاش لما عايب قال له سعيداني، قال له قال له انت ولدت بشلاغمك، الحزب تاعك ولد بشلاغمك اعازه ما ان مصنوع من الجنرالات. قال له لا، قال له ما تنساش بلي انا ولدت كذلك بالكلاش على كتفي. مستاش وكلاش هذه صعيبه هذه. وكلاش بارك الله فيك. بصح الاخر هذاك سعداني هذاك من واد السوف. نعم سعداني. نعم شوف قولوا ذاك كي نضرت ما عاودش تولي واد السوف برك. لا ما عاودش تولي واد السوف. مانيش عارف تنورنا طلعوه للعاصمه. ما يقدرش يدير، ما يقدرش يكون رئيس، ما يقدرش يكون رئيس حزب يبقى في واد السوف. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله نحلف لك ثلاث خضرات اقسم بالله غير واد السوف غتقول الناس كل ما بين ابار قليل اللي يشوفهم نورمال هكذا. تقول الناس كل ما بين سكنتهم والله والله مشيتهم والله او ريستورار ما كانش ما تاكل ريستورار ما كانش. اي شوف واد السوف خربه تعرف شنو خربه او الطريق ما كانش. معناتها ما خدمش بلاد ولا كيفاش؟ الطريق ما كانش، الطريق الدخل تاع واد السوف باسي ما تعرفش حتى الطريق، البلاكه ما كانش باين وجهك وين تروح، وكل بيست تدخل في نص الرمله وفي نص الويدان، والديار قريبه طايحين خلاص. شوف يا والله رحت هذيا مات والله تقول راك فيا، تقول راك فيا ما على باليش، تقول وابادوغو والله ما على باليش لا تقدر تسمي لي بارك انت تعرف خير مني يا المدن الافريقيه. حاشا يعني الواحد والله شو كلش بطين حالكم حالة والله رمضة وليداتهم تمردوا في الرمل الماء نادر باي غسلوا شجرة تاع حوايج ولا باي يشربوا الماء هذاك الدنيا نظر الدنيا فاضت الماء ما يجيبوه من السيتير لا من طار من يجيبوه يجيبوه من بير العثر ب70 كيلومتر على 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 واد السوف يجيبوه باي يشربوا الماء تاعو اسمه يشربوا في الماء السعيدة ما نعرف قداه يصبى. يا والله ما تقدر تشوف يا رجل قولوا ده ما وليش وراه الدوله المدنيه يا راه تقول على واد السوف بلادك يا اخي ما نقولش احنا الجهويه ما نعرفش الجهوي انا بلادي الكل والله غوي روح خاوتي والله غما الحدود التونسيه الحدود المغربيه ونزيد نهضر لك حتى الحدود حتى المغرب وتونس والدولي الجور ما نقدرش خاطر نديروا الجهويه هذه ولا احنا كل خاوه والله ما تقدر تشوف يعني تبقى. يعني الظن يعني هذه الدوله المدنيه اليوم ما كانش وفي المستقبل يعني على هذه الايادي لابقت النظام هذايا هل نقدر نأسس الى دوله مدنيه بالنظام هذا هذه الوجوه هذه اللي راهي عندنا. نعم وين عندنا وجوه تاعكم ولا وجوه اخرين؟ لا احنا وجوهنا خاطين احنا رانا نقامين في الحكم ما رانا نحوسوا الحكم ما كاين واحد قال ندير الحكم غير كون مهني انتم راكم كيفنا ها راكم على توش او ما كانش من عبد النور اللي راهم يحكموا في البلاد هما اللي راهم في الجزائر اللي راه الان هذا ويحيى وسعيداني وصالح قايد باندي لا باندي يكون لك دوله مدنيه. شكرا لك شكرا لك سي احمد وشكرا لك والناس الصيف عامه. نشوف سي مختار من وهران. سي مختار اهلا مرحبا بك. السلام عليكم سي عبد النور. اهلا بك ومرحبا سي مختار. حياك الله على تذكرك. الله يسلمك. الحمد لله الله يسلمك سي عبد النور. عندي واحد على جماعة التنسيقية هذو واش بين الذين يكون يديروا هذا اللقاء يديروا يديروا في 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 مدينة ايد احمد تيم ونتبركم بهذا الزعيم العظيم هذا. نعم نعم ثم تحب تديهم من مزافران تديهم للجبال الله كيفاش. نعم تيم ونتبركم بهذا الزعيم الراديو الصالح هذا يعني يتبركوا به اللي كانت الجنازة تعال تدفع لها كاع الشعب المواطن عبر كان الدور الوطني وكان رجل معارض ومسالم وفيه عدة مميزات. نعم. أما العنوان تاع الحصة اليوم الشعبي الله يهديه صراحة الشعبي ما صراحة الله يهديه الشعب هذا. تسمى يعني تلاقات الأمور ولا كيفاش تايا؟ يعني الشعب نعم. كيفاش؟ يعني من النظام هذا من الشعب والشعب من النظام ولا كيفاش؟ قصدك احنا يقول واحد المعنى هنا في وهران يقول لك شويه ملحنه وشويه مرطوب في الليل. نعم الشعب ثاني مساهم بكري في الشات الضياء ما يطالش بحقه بكفايه ولا كيفاش؟ ساكت على حق ساكت على حقه ولا كيفاش؟ نعم ساكت على حقه ولا كيفاش؟
لا ماشي سكت على حقه، حتى انا قلت لك سكت على حقه على بهذا راه يعني مشارك بزاف الشعب. انت ربما راك بعيد تما وعندك معلومات وصلتك، ولكن الشعب والله لا يتفتبع. ما صراحه ما نقولش النظام باين بلي راك في الكرسي ما خليكش توصل باين، هذه مفروغ منها. نعم. اما الشعب ثاني عنده باع كبير وعنده يده طويله في الفساد وفي يعني في تحطيم البلاد صراحه. الله يهديه الله يهديه، بارك الله فيك. الله بارك الله فيك سي مختار وشكرا لك. نشوف سي فضيل. سي فضيل اهلا مرحبا بك. الو السلام عليكم اخي عبد النور. اهلا بك ومرحبا سي فضيل وبناس بسكرا. بارك فيك وسلم بك. انا عمير، بارك الله فيك اخي عبد النور. هايت تفضل سي فضيل. بالنسبه للتدخل تاعي اخي عبد النور، يعني المسعى تاعنا يعني بحول الله ان شاء الله، والشيء اللي نظلوا فيه هو دوله مدنيه. نعم هذا مطلب شعبي. نعم هذا مطلب شعبي، يعني مطلب يعني بالنسبة للتدخل تاعي، يعني الشيء اللي نشوف فيه هنا. نعم. باش تكون دولة مدنية يلزم المجتمع المدني يكون يخدم في المواطن. نعم. باش نقسموا السياسيين واللي راهم يتغنوا بالسياسة ولا ذاك. نعم. نجبد لك على الدور تاعنا كمجتمع مدني. نعم. نخدموا المواطن لنزرع ثقة المتبادلة فيما بيناتنا. نعم. هذه المرحلة عندها مدة لازمتها عام ولا عامين. نعم. أما المصدر السياسي من السلطة. نعم. سلطة الهرم يعني الاستراتيجية تحت التغيير الفكر المواطن. احنا الشيء اللي نطلبوه أن نكونوا نخدموا في المجتمع المدني بتحسيسنا بالنقائص المسؤولين تاعنا، موش قال باش نسكتوا. نعم. وإنما كي تكون الكلمة نيرة يعني طرحتها قدام في المواقف، يعني تقول حلم، هذا حلم يعني بالنسبة لكم انتم في بريطانيا دولة مدنية كي تجي تمثل الإسلام على حقيقته، يسمى تهز من المدنية الشيء اللي ما يديروش المسلمين في 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 في, في السعودية ونقوله. نعم. هي المرجع الأساسي التربية الإيمانية، عدنا الدين والحمد لله رب العالمين. التربية الإسلامية بقات لنا التربية المدنية. علاه قلت لك انه خد التربية المجتمع المدني يخدم المواطن في المسجد في المقهى في هذه، تكون الثقة المتبادلة بين المواطنين هذيك الساعة، يكون شعب واعي بالنسبة. وبالنسبة لي انا نقول لك يعني والسلطة يعني السلطة ليس لها دخل، يعني الشعب هو لازم يؤسس لدولة المدنية، ما السلطة ما ندخلوهاش يعني. ما كيفاش هذا أخي عبد النور؟ يعني مطلب أي إنسان عاقل يعني. نعم. بالنسبة لنا احنا نقولوا الهدف تاعنا بالنسبة للترهيب ذكا كينا حرية مطلقة للدول الخارجية ككل، وإنما موش نفسدوا في الإصلاح. نعم. بتدخلاتنا. نعم. فيما بيناتنا الشيء اللي ناقصنا هذا هو اللي يبني. نعم. الدولة المدنية يعني ننساو ان النظام، ننساو فقط يعني المهمة ان يعني الشعب يكون متوحد ويخدم يعني الدولة المدنية قبل ان يطالب بها الى الحكم، هكذا. هذا شيء اللي ودي فكرة هذه مش بطالة، يعني لازم الشعب يكون واعي بحقوقه وواجباته. هذه لابد يسمى ذوك ذوك الشعب الجزائري عنده مصالح هكذا وهكذا، يقول لك اصلح وكن مصلح. نعم. وانما الناس اللي المستفاده تاع العشريه هذه اللي فاتت وش النتيجه تاعهم؟ ما بنا وما خلونا الناس تبني الاراضي الفلاحيه استولوا عليها، بس هذيك ما نقولوش نهايه العالم، وانما يدركوا باللي راهم في خطا والناس. نعم. اللي عندها الميول لازم يعني لازم تكون مؤسسات يعني تراقب والشعب يكون يراقب مصلحته ومصلحه البلاد، لان هو المراقب هو، ولازم ننتخبوا برلمان يكون يراقب يدور بالدور تاعو باش السلطات تقوم بدورها. اذا كان الشعب ساكت على حقوقه العب يا فار كما يقال. بارك الله فيك سي فضيل على هذه المداخله وهذا التنوير، شكرا لك. نشوف سي اسماعيل من المديه. سي اسماعيل اهلا مرحبا بك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سي إسماعيل. راني مع الحصار. أنا عمي راك على المباشر سي إسماعيل. أنا عندي رؤية راها من 2005. تفضل سي إسماعيل.
ورانا نتكلم بها للعالم للأمم المتحدة لكذا البرنامج يمشي والعيا ما على باليش يعني شوف. ايه تفضل تفضل سي اسماعيل ما تسمعش من التلفزيون. اه يا صح اخوي. ايه وشنو هذه الفكرة سي اسماعيل؟ اما باش نتكلموا هذه الرؤية هذه وين فيها اقتصاد وفيها وفيها يعني سياسة وفيها أعمال طيبة وفيها صح. أحكيها لي في دقيقة لا تقدر تلخصها لي هذه النظرة تاعك. ودقايا يزمني فيها فيها تعبير كبير وفيها احنا نحبوا التعبير الصغير اللي فهمنا السي اسماعيل ما نحبوش التعبير الكبير. التعبير الكبير نخلوه للحصص الأخرى. كيفاش نطرح باختصار؟ نعم صح هذه عندنا رؤية الرؤية هذه وين اللي نكتب بها نكتب بها للعالم تاع مصر تاع مصر هذه وين نتاع فلسطين استغلال فلسطين. صحيح بارك الله فيك سي اسماعيل ان شاء الله يعني الفكرة تاعك ان شاء الله توصل ويستفادوا منها الفلسطينيين والمصاروة. بارك الله فيك سي اسماعيل على هذه المداخلة. نشوف مداخلة من نعامة. السلام عليكم سي العابد. اهلا مرحبا بك سي العابد. بالعابد بالعابد سي بالعابد سي بالعابد. اي والله عبد النور راك لاباس. والله الحمد لله كي تكون انتم لاباس حنا نكونوا لاباس. يا الاخ عبد النور والله هذه الهضره تاع المال الواسخ الناس اللي جمعوا وقت الارهاب منها هذه الهضره كاينه منها كاين مال واسخ جمعوا حقا. نعم. واسمح لي نقول لك مثلا الجنرال توفيق مدين هذا محمد مدين هذا كان موظف في وزارة الدفاع. نعم. هو على بالك باللي واحد الإنسان يسموه أنا مهم أنا اشتهب بوثائق مزورة يعني كان حامل وثائق مزورة هذا يسموه هذا من تياس من مهدية يسموه قاضي خالد وثائق كانت مزورة وهو عيطوا لحاكيم هذا الصديق نتاع محمد الأحمر أمين هذا على بالك توفيق باش قتله خلص مخابرات من سوريا وهما راحوا مش عارف واش تخلص. اي بصح قلت انا قلت يعني تت ملاحظه من الاول قلت ما تخرجوش على الموضوع سي بلعابد. سي بلعابد اللي عندها علاقه بالدوله المدنيه تفضل واذا ما عندهاش علاقه بالمدنيه نخلوا لها الموضوع كي يجي الموضوع تاعنا نحكيوا عليها سي بلعابد. اي ان شاء الله. المهم انا الدوله المدنيه ما عنديش زعما معلومات اللي واضحه عليها ما انا نبغي نحكي بالوثائق. بارك الله فيك ان شاء الله اذا نخليك يوصل الوثائق نتكلموا بها ان شاء الله. شكرا لك سي بلعابد وتحياتنا لكل سكان سي بوعلام من الجزائر. سي بوعلام اهلا مرحبا بك. سي بوعلام هل سي بوعلام يسمعني؟ يبدو ان سي بوعلام ما يسمعش فيا. ناخذ مكالمه اخرى. عاود يتصل بنا سي بوعلام. سي الياس اهلا مرحبا بك. السلام عليكم. صحه الاخ عبد النور. اهلا بك سي عليكم. سي بوعلام نعم نحييكم نحيي حركه راشد وقناه العصر ام امين ابو صهيب وخونا احمد عليك تاسطيف وقال الاخوه الاحرار وكل احرار. نعم اخ عبد النور سيدي دخل من قبل من وهران انا اتفق معك كانت عندي الفكره هذه تاع المعارضه هذه التنسيقيه. نعم. في مقابل تاع عيد احمد هكذا باش ما يحوشوش على الرخصة وما عطاولناش رخصة التمي الشعب الجزائري يكونوا محميين إلا راهم جادين باش نعم. يديروا التغيير ويكونوا مع الشعب الجزائري. نعم. هذه النقطة متفق وكانت عندي هذه الفكرة هذه. المهم قضية الدولة المدنية وبدأ ما كان والو احنا بدي العجيز يقول لك كما نقولوا واحد كي يدير هاد الحلا يقولوا له يا المودي حبي يقول احنا عندنا الدولة تاع المودية راك فاهم ماشي الدولة المدنية فهمت يا اخ عبد النور. نعم. وسي صاحب المهمات اللي قال لهم يعني الحزب تاعو زاد بالكلاش. نعم. وكاين حاجه ما كملش قال عندنا زاد بالكلاش ما قالش شكون اللي جابوا مراكنينيك كي زاد ما قالش باللي الدبابه هي اللي نقلاتهم من بعد هذيك انا ما زادش ذكرها. وقضيه الدوله المدنيه لو كان نشوفوا الدوله المدنيه اللي يتكلموا عليها الايام اللي فاتوا انا شفنا الدوله المدنيه في سكيكدا فاش قضية علي الشيخ علي بن الحاج قضية البطالي في ورقلة واش قال لهم الوالي يعني الدولة المدنية تاعهم راهي في الميدان تبان الدولة المدنية تاعهم راهي تبان
وهذاك صاحب المهمات هذاك اللي دمر كاع الاقتصاد الجزائري. سمعني الاخ عبد النور. نعم. اللي دمر الاقتصاد الجزائري المصانع كاع دمرهم، بقى مصنع واحد برك اللي ما دمروش، مازالوا ينتج الى يومنا هذا، مازالوا ينتج. المصنع تاع الارهاب اللي مازال ما دمروش، فهمت؟ هو خدم خدمه، هو والجماعه اللي كانت معاه، سمحوا لي على كل حال كرمكم الله، خدم خدمه وهذا الحراش ما يخدمهاش، هو والعصابه اللي كانت معاه اللي دمروا الجزائر يا الاخ عبد النور. وهذا ما دي ما نقول لهم. اذا ما ننتظروش سي بولا، ما ننتظروش الدوله المدنيه من هاد الناس. ما كاش هادو ما نستناو منهم والو، هم دمروا كاع الجزائر يا الاخ عبد النور. الناس لو كان على بالها واش راهو صاري في الجزائر، ويعرفوا كما نقولوا الامور كيفاش تتبنى الدوله واش راهو صاري، يعني ما نقدرش. نتوما راكم في الخارج راهي تاتيكم الاخبار واش راهو صاري يا الاخ عبد النور. حنا رانا عايشين ما عرفوش معناتها مؤسسه الدوله الشارع كيفاش تبني الدوله، الناس ماهوش فاهمين واش راهو صاري. والله يا الاخ عبد النور لو كان تحبطوا غير تحكمكم الصدمه، كما كانوا يقولوا الاخوه نقسم لك بالله غير تحكمك الصدمه، راهي كل حاجه راهي رايبه، كلش راهو رايب. ما تموش هذوك عصابه الكذابين هذوك وجماعه النفاق، والله يا عبد النور غير دمروا كلش. عصابه سيروسا خدمت الخدمه القادره. كش ما كاين صدمه اكثر من سي بوعلام، كش ما كاين صدمه اللي رانا عايشين اكثر من الصدمه اللي نزيدوا نعيشوها. يعني احنا رانا جرينا في الصدمه، يعني كي نسمع الاخبار هذه ونشوفوا التصرف تاعهم ونشوف يعني الامكانيات تاع الجزائر ونشوف هاد الرجال هذوما اللي راهم يحكموا فينا، يعني بين قوسين الرجال يعني ما. بارك الله فيك سي بوعلام على المداخله. نشوف سي الياس. سي الياس اهلا مرحبا بك. خلينا نهضر معهم وخليني نهضر معهم. اي سي الياس انا نسمعوا فيك. سي الياس السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك سي الياس. واش راكم خويا عبد الله؟ يهضر تفضل يا خو. نحييكم يا قناه الاحرار وجميع الاحرار في الداخل والخارج، ومنهم الاخ ابو صهيب واللي كان يهضر الاخ اللي فات ما شاء الله. هادو الاحرار اللي انا تاكلين عليهم، بلا ما ننسى امهات المخطوفين وهم امهاتنا الاحرار الله يذكرهم على خير. يا اخي على كل حال هذه احنا نعيطوا دوله المراديه ماشي دوله المدنيه، فهمني يا اخي. كاش كاين المدنيه صولومبي، احنا نعيطوا لها صولومبي المدنيه في الجزائر، وكاين المراديه حاكمين المراديه وكلوب ديتا وموريتي، فهم؟ هذه الدوله المراديه. هذا عمر عصابه يا اخي، اكبر فساد في الارض هو في الجزائر، والله العلي العظيم والله شاهد على ما اقول. والله يا اخي افسد بلاد في العالم، عصابه حكمه امه، عصابه عندها شعب واعلام، هذه هي العصابه. شوف يا اخي انت شفت المسؤولين، مسؤولين في بلاد عايشين في القصور، عايشين في احسن معيشه، وشعبهم في البرارك يحوس غير باش ياكل. شفتها في العالم كاينه موجوده في العالم، في اثيوبيا ما كانش، في الصومال ما كانش، اغنى بلاد في العالم شعب فقيره. كيف انت تقول لي تجيب لي سلاح؟ اكبر سلاح في العالم هو في الجزائر، راهم يشريو سلاح راح ينحروا فلسطين ولا وشنو؟ ها ولا يقتلوا شعبهم به؟ يدخلونا غير في البوليسيه والجندر باش يحسوا عليهم، والبراجات رانا في حبس حنا، مازال ما استقليناش، مازال ما استقليناش يا اخي. واش بيكم؟ والله ما استقلينا، ماتوا هذوك الشهداء ربي يرحمهم، ماتوا والله لو كانوا يعاودوا يخرجوا من القبر يحاربوا هذه الدوله، والله غير يحاربوها. يا اخي حق لينا في وجهنا، كاين شياطين هذوك خالصين، شياطين اللي يقول لك رانا ملاح، عايشين بهذا الشتاء. خالصين من عند هذوما باين الحال، باين تخبيو شمس بالغربان. شوف الجزائر 48 ولايه، مشاكل الشعب هو يطلب ياخو 48 ولايه يطلبوا، ما كاش رجال كاع ما يخدموش، ما عندنا والو والو، رانا مرميين. شوف حنا صح كاين معارضه، فين في المعارضه؟ كاين الفيس والفاس، هادو هما المعارضه في الجزائر، القبائل رجال وفيهم ان شاء الله. على كل حال تخرج من القبائل ان شاء الله، شو الطريق المستقيم في الجزائر تخرج من القبائل، خاطرش القبائل يا اخي القبائل يمشيو هدا يمشيو في الوجه يهضروا. لهذا يا اخي ان شاء الله يتحدوا الفيس ولا فافاس، الفيس ولا فافاس ان شاء الله يتحدوا يديروا طريق في الجزائر. من هاد الزوج ما كاش ان شاء الله، وربي يعلم. على كل حال وربي يعلم. بارك الله فيك سي الياس، الله فيك البركه نتايا وفي سكن العاصمه. نشوف سي عبد القادر من عنبه.
نحيو سي عبد القادر. سي عبد القادر تفضل. سي عبد القادر. نعم السيد عبد القادر تفضل، انا نسمعو فيك سي عبد القادر. ما سمعناش من التلفزيون فقط سي عبد القادر. الو انا نسمعو فيك سي عبد القادر تفضل. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. بركاته الله يعينكم على كل حال في خصوص الاداء المهني نتاعكم هذا الصحفي، وهي الصحافه راهي انعم. ما تسمعش من التلفزيون فقط سي عبد القادر، سمعني من التليفون. داكور مسيو فوالا. فيما يخص الرساله اللي راكم تديو فيها راهي رساله امنه. وفيما يخص الموضوع على الدوله المدنيه، نعم انا بالنسبه لي في كمواطن جزائري نقول لكم ان الدوله الجزائريه تبنى على خمسه اركان. سواء كانت دوله عسكريه او دوله مدنيه او دوله شعبيه لابد لها من اركان. كما ان الدين الاسلامي اركان خمس، فللدوله بناء دوله لابد له من اركان. الركن الاول ما يخص الدوله وهو الأرض، ثم الشعب، ثم الدين، ثم اللغة، ثم السيادة الوطنية. ومن شروط صحة هذه الأركان الخمس هي العدالة. العدالة بمفهومها العام ليس بمفهوم الخاص زي ما يخص العدالة. ومن يقف حائل سعد القادر، ومن يقف حائلا ضد هذه تطبيق هذه الشروط لنصبح دولة مدنية كالدول الأخرى، هو وش يمنع باش نتحقق هذه الشروط هذه؟ هو القبول، القبول بوجودنا كمواطنين كبشر كجزائريين نعيش فوق أرض اسمها الجزائر. وإذا وهل الشعب الجزائري هو مواطن عنده حق المواطنة كما يقال؟ نعم نعم عنده حق المواطنة، نعم سيدي الكريم. لكن الدولة المدنية أو دولة شعبية لابد لها من أركان. نعم فهمناها، خمس أركان قلتم فهمناها. الآن هل المواطن الأركان هذه الخمسة من شروط صحتها هي العدالة، العدالة في جميع الأركان. وهل هذا الشرط على العدالة متوفر؟ هل الشرط هذا متوفر الآن؟ نكون نعطيك عن إكزامبل. هل هو متوفر هذا الشرط العدالة؟ يبدو أن سي عبد القادر انقطعت مكالمته. نشوف سي صالح من العاصمة، ما فكرنا ما كملناش الفكرة تاعو سي عبد القادر، معليش المرة الجاية إن شاء الله. سي صالح من العاصمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله يا خويا عبد الناصر. أهلا بك سي صالح. أهلا بك أهلا. شوف عندي مداخلة أنا ذاك احنا من فضلك ما تقاطعنيش خليني إلا ما فات جوج دقائق ما نقاطعكش، إلا فات جوج دقائق نقاطعك. ها؟ إلا فات جوج دقائق نقاطع. شوف أنا نحب أنا مانيش نهدر ليك أنت، نهدر للشعب الجزائري. الكلام تاع عمك صالح توجيهي. توجيهي. تفضل تفضل. أقول للشعب الجزائري، أقول للشعب الجزائري تكون الحكمة العربية إن كنت لا تدري فمصيبة، وإن كنت تدري فمصيبتين، هذه واحدة. وكل الشعب الجزائري أن النفعة تتخبى داخل الخرش والحجار ودعيتك تمد السموم نتاع هذه الزوج. وكل الشعب الجزائري فالنفع إلا عندكم ماشي نفع واحدة اللي تكرس فيكم، عندكم سبع الفاعية راني كرسوا فيكم من الجحر، ولكن شكون مغطي على الجحر؟ الجياح. وكل الشعب الجزائري انكم كلكم تدعوا مسلمين، 40 مليون جزائري كلهم. اين هو الاسلام؟ اين هو الدين اللي نحطوها في يد الله؟ تعتبرون جدتكم باش قاموا لفرنسا وباش ينصرهم ربي على فرنسا جا في الحكم، ملي دخلت فرنسا جدتكم يقاوموا، ولكن كانوا ما يتحدوش، كانوا يبنوا كلبيه وحدها فرنسا تم تغمهم. نهار اللي جاب ربي واتحدوا رغم انهم كانوا اميين، سواد العدل كانوا اميين، اتحدوا من الشرق والغرب وخلاو الجهويه، وكانوا يقولوا الجهاد ما كانوش يقولوا الثوره وذات المرام يقولوا لها.
ها وربي جاب السيمان مهما كان فيها النقاش وعيوب انتهى فرشة. هذه البلد اقول لهم ان النظام اللي راه يحكم بكم وراه صعب من فرنسا، ولكن لكن تحطوا يدكم في يد ربي وتتحدوا وتتوكلوا على الله وتديروا اتحاد وتديروا التخطيط وتنسكوا بين بعضكم بين الولايات وتجمعوا الصف. السلعه اللي راه مازال ومازال السلعه اللي راه يسيروا في النظام تنفع يروحوا باذن الله تنوضوا كاع في ضربه ونوضوا على كلمه سوا وواحد ما يرجع له سنيا. وإلا كنت قاعدوا تشتروني في الجهوية كما كان لقاء كاني قلت الشاوية وكذا وكذاش أقول لهم الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس يحبون المخلوق وينسون الخالق، يحبون القصور وينسون القبور، يحبون المال وينسون. إلا تبقوا متشمتين بالدنيا والمال والقصور وهذيك وثانيا واخيرا اقول لكم يا شعب الجزائري ربي وبناتكم ربي راه ما ينصرناش على حساب العيرين اللي راه بنات ودعمنا بنات وربي ولادكم اللي جابوا لهم لا دروب علموهم جابوا لهم لا دروب. معليش سي 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 الحاج معليش كي يجمعوا المال يكون حلال ربي مبارك فيها. حب المال يعني ربي قالها في القران يعني الانسان هذا حب المال نجمع، ولكن المهم انه يكون يعني نقي كما يقولوا صافي هدفك. بارك الله فيك عمي صالح على المداخله. نشوف شي جمال من عين دفله. سي جمال مرحبا بك. نعم نعم تفضل سي جمال. الو انا نسمع فيك سي جمال تفضل. بصح مانيش انا نسمع فيك ما تسمعش من التلفزيون بركه سي جمال. ما تزعمش برك ما تزعمش منا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. واش راكم لاباس؟ الحمد لله. هاك شفت هاك تهضر بالعقليه دوك هذيك ما زعفتش. اي الو اتفضل سي جمال تفضل. يا خويا هذا المشكل هذا اللي نطرح. نعم سي جمال طفينا التلفزيون يرحم والديك. وصلنا قتلوا قتلوا كاع. ايه هاي هذوك اسمعني وتكلم وتفضل. وشاك سي عبد الله. والله الحمد لله نسمعوا تنويرك سي جمال نورنا. الله يبارك فيك. هذه المره الثانيه نهضر معكم عندي عام. اهلا ومرحبا بك يا سيدي في كل وقت فرصة. اذا ساعفك الحظ اهضر في كل وقت ماشي مشكل. الله يجازيك. يا خويا واش نقول لك سي جمال سي عبد النور انا على كل حال كجزائريين. نعم. وربي عطانا يعني ارض يعني رانا كيما يقول لك يعني قاره في قاره. نعم. يعني وعندنا طاقات لبس بها وكفاءات وعندنا خيرات من رب العالمين، ولكن للاسف الشديد عندنا يعني نظام شويه راك عارف راه خاطر الموضوع على كل انا مانيش عارف تقول لي شويه مانيش عارف يعني لازم تكون عارف النظام هذا مليح ومش مليح. هل راه مدينا الطريق الصحيحه؟ هل راه مدينا الطريق الصحيحه ولا راه خاطئ بلا طريق؟ ما هوش مليح سي عبد النور كل حال ما هوش مليح ونطلبوا ربي ان شاء الله يعني يفقدوا امورنا ان شاء الله يعني بطرق سلميه ان شاء الله. صح وحنا سي جمال يعني الدور تاعنا وشنو؟ احنا كشعب. الو الدور تاعنا يعني باش تسقم الامور وش الدور تاعنا؟ احنا الدور تاعنا على كل حال نورمالمون احنا الشعب الجزائري على كل حال ينوض بطرق سلميه بطرق حضاريه مليحه يعني بها حتى واحد ما يتشاق يا سيدي. وهذا النظام يعني بروحه على كل حال يحكم البلاد ويروح سيدي والله يسهل عليهم يخلونا ترونكيل احنا الله العظيم. بارك الله فيك سي جمال. بارك الله فيك سي جمال على المداخله وان شاء الله ما تكونش المره الاخيره اللي تكلمنا فيها. ما نستناوش عام ان شاء الله ماذا بينا تكلمنا. انا اقرب عندي مكالمه الاخيره. سلام من بيتنا. اهلا بك وبنسباتنا سي جمال. السلام عليكم يا سي عبد النور نحييك ونحيي قناه العصر والمغاربيه. شوف يا سي عبد الله النور الله يسلمك. نعم احنا عندنا ابناء اللصوص راح نقول لك اسامي تحم سبعه من الناس كون يردوا هذا من الناس سبعه من الناس هذو يردوا الدراهم اللي سرقوها. الشعب الجزائري 10 سنين وحنا عايشين ناكلوا ونرقدوا ما خصنا حتى حاجه. الاول اكبر السارق هو سعيداني، الثاني هو بوقطايا، سيدم السعيد، حمرنيه، لوحيشي،
عليوة بركات، هذا ما كوني غير يردوا سبعة من الناس هذم يردوا الدراهم، الشعب الجزائري يعيش 10 سنين ما يأكل ما يشرب. وشكرا. وشكرا لك على المداخلة. يبدو أن هذا آخر مكالمة. قلت من عجائب هذه السلطة أن الماضي تمجده وتفتخر به، وأن كلامها على المستقبل كله زاهر وفيه الجنة الموعودة، ولكن عمرها ما تكلمنا على الحاضر، فالحاضر محظور وممنوع. تعرف تصرف في الماضي والمستقبل، أما الماضي لأنه مزور والمستقبل مجهول ومبهم. هذه السلطة تخون كل حي والميت بطل ورمز. هذه السلطة وهو منطق، هذا هو منطق السلطة التي تحكمنا، وهي سلطة الإرهاب التي تحكمنا. فإلى متى نبقى تحت حكم عصابة الإرهاب ونؤمن أن الخلاص سيأتي بأيديها أو على أيديها؟ ففاقد الشيء لا يعطيه. شكرا لكم للمتابعة والمشاركة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العكازة منين معوجة؟ معوجة من فوق. الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادو العدس، زادو المعيشة كاع السكنة كاين. يا أخو ديكا اللي ماشي قادر تقول لي يروح. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة.